هذا اليوم أو البارحة كان انتصار ديال الحكمة المغربية واللي تيقودها سيدنا الله ينصره الملك محمد السادس أمير المؤمنين. فغلبات الحكمة والحنكة والدبلوماسية الحكيمة ديالو نصره الله. فالحمد لله خرج هذا الاعتراف ديال السيادة ديال المغرب على الصحراء المغربية من طرف أول دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اعتراف ضمني. فالمغرب سنة 1777 اعترف بالاستقلال ديال الولايات المتحدة الأمريكية وكان أول دولة، وهذا الحمد لله هو رد اعتبار أن المغرب راه هو في صحراءه والصحراء هي في المغرب ديالها. وهذا في زمن 2020 غلبات الحنكة والحكمة المغربية، فللبيت رب يحميه. وهذه بلادنا الحمد لله تحت القيادة الراشدة ديال سيدنا الله ينصره هي في أمان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، احنا فرحانين اليوم بزاف بترحيب واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية. احنا اليوم فرح كبير لنا، اليوم احنا في مؤسسة الأمل فرحانين بزاف بالحدث الكبير اللي وقع، أن أمريكا اعترفت بالصحراء المغربية، والصحراء أرض لا تتجزأ من الأرض المغربية ديالنا، والصحراء المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.